توصي منظمة الصحة العالمية بأن يستخدم جميع الأشخاص الكمية في المؤسسات الصحية. أما في المجمعات السكنية نوصي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين يعانون من أمراض مختلفة أن يرتدوا الكمامات الطبية حينما لا يمكنهم الحفاظ على المسافة المطلوبة في التباعد الاجتماعي. وعلى الجميع ارتداء الكمامات في الظروف التي لا يمكنهم فيها الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي المطلوبة، أو في الأماكن التي يعلو فيها احتمال العدوى بالوباء مثل وسائل النقل العام أو المتاجر أو الأماكن المزدحمة الأخرى. أشار تيدروس إلى أن ارتداء الكمامات يجب أن يكون جزءا من الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الوباء، ولكن ارتداء الكمامات وحده ليس كافيا ما لم يتم احترام التدابير الحمائية الأخرى مثل الحفاظ على المسافة الاجتماعية وغسل اليدين بالشكل الصحيح. وإذا تم تعديل الكمامات بأيدي ملوثة بالفيروسات أو ارتداء الكمامات عدة مرات دون غسل الأيدي، فهذا قد يؤدي أيضا إلى الإصابة بالفيروس.